صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. بفضل الله إن شاء الله هنكون معاكم وبرنامجكم أهل القمة كل أسبوع إن شاء الله على شاشة قناة النهار إن شاء الله. يعني نقدر نقدم حاجة كويسة، نقدر نقدم حاجة نفيد بيها بلدنا ونفيد بيها المجتمع المصري. يمكن من اسم البرنامج كده اسمه أهل القمة، يعني خلاص الأذهان راحت إن إحنا هنقدم نركز على الناس اللي وصلت للقمة. لا لا لا، إحنا هنركز على الحاجات الإيجابية في بلدنا، هنركز على المشروعات الإيجابية، هنركز على الحاجات اللي دايما تخلي بلدنا على القمة، يعني في كل المجالات مش في مجال معين، يعني الاقتصادي، المجال الاقتصادي، المجال المجتمعي، المجال الطبي، الثقافة، الرياضة، كل الملفات إن شاء الله هتكون معانا. هنركز على الشباب، يمكن توجهات الدولة بتقول الشباب هو ده المستقبل، هنركز على الشباب رواد الأعمال اللي هم يعني القاعدة الأساسية المهمة للاقتصاد القومي. كمان على هنركز على يعني المهن التراثية اللي يمكن بنتميز بها في مصر، وفي مهن كتير جدا جدا هنركز عليها، وهنروح نجيب لكم حكايات حلوة، هنجيب لكم حكايات مهمة جدا جدا وقصص نجاح، ونحطها قدام الشباب وقدام الجيل الجديد علشان نقدر إن شاء الله نطلع ببلدنا في الفترة اللي جاية وتبقى دايما بلدنا على القمة ليكم وبيكم طبعا. يعني كل الملفات هتكون معانا، هنحاول نجيب لكم معلومات من على أرض الواقع، هنحاول نروح، يعني دايما إحنا بنتكلم بنقول يعني بنتكلم وبنقول الحاجات بنجيبها لكم على طول كده، ممكن من احنا عايزين نجيبها من مصادرها، بنروح للأماكن دي ونقدر نطلعها لكم ونشوف بلدنا فيها خير وفيها حاجات كويسة جدا جدا. هنروح للمحافظات، هنروح لكل المناطق البعيدة، هندور زي ما بنقول على قصص النجاح وحكايات النجاح ونجيبها علشان نقدر، يعني لأن بلدنا فيها حاجات حلوة كتيرة جدا جدا، يعني بفضل الله مصر دايما محروسة. يعني خلينا أقول لحضراتكم، يمكن مصر بتمر في الفترة الأخيرة وخلال السنوات الأخيرة بمرحلة تنمية غير مسبوقة. هنلقي الضوء على المشروعات القومية، على المشروعات المصرية المهمة علشان نقدم صورة مهمة جدا جدا لبلدنا للعالم كله يشوف مصر فيها إيه، فيها علماء، فيها رجال أعمال، فيها كل القطاعات، فيها مميزات مهمة جدا جدا. هو ده اللي احنا جايين ان شاء الله، ويا رب يقدرنا نقدر نقدم لكم حاجة مهمة وحاجة مفيدة جدا جدا. رواد الأعمال حاجة مهمة جدا، يعني قطاع مهم جدا جدا، لأن ده اللي احنا بنتكلم عنه في الفترة اللي جاية اللي هيكبر الاقتصاد. الدول المتقدمة هي اللي اقتصادها قوي، فاحنا ان شاء الله في الفترة اللي جاية يمكن النهج الجديد للحكومة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يكون في تعامل خاص مع كل الملفات بشكل جديد، بشكل سريع، بشكل فيه تسهيل للمعلومة ان انت توصل لها ازاي، وتسهيل للخدمات، وده اللي ان شاء الله هنحاول نوصله. وده بان على فكرة في منذ تولي الحكومة الجديدة الحقيقة الوزارات كلها شغالة على تسهيل المعلومة، وان انا اقدم حاجة كويسة كل يمكن وزارة في قطاعها. هنركز على المشروعات القومية، هنركز على الحاجات الإيجابية في بلدنا. تعالوا نبدأ، يعني نروح لفاصل ونبدأ حلقتنا النهاردة. وهبدأ بخبر مهم جدا جدا يهم أهالينا على مستوى الجمهورية، أهالينا المزارعين، وخاصة كمان أهالينا في الصعيد، وبصفة أن أنا صعيدي فحاسس بأهمية هذا الخبر. خبر بيقول رئيس مجلس الوزراء يستعرض سبل مساندة صناعة السكر. مهم جدا جدا هذه الصناعة، مش عشان كمان الاستهلاك بس، ده هي مهمة لصناعات كتيرة أخرى بيدخل فيها السكر، وعشان كده الاهتمام بيه بهذا القطاع مهم جدا جدا. تعالوا نروح للخبر. طبعا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة الجديدة بمدينة العالمين عقد اجتماع لاستعراض سبل دعم ومساندة صناعة السكر المحلية. ده كلام محترم جدا جدا. الاجتماع ده حضروا الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية،
ويعني مجموعه كبيره من المسؤولين ورؤساء الهيئات. التنوع ده مهم جدا جدا ان انت تهتم بهذه الصناعه اللي ليها يعني اهتمام خاص، اهتمام شعبي خاص. تعالوا خلينا اقول لكم بس التركيز، انه كان الهدف من الاجتماع دفع مسانده صناعه السكر في مصر بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي من هذه السلعه الاستراتيجيه. ده كلام محترم جدا جدا، وده الكلام طبعا اللي قاله رئيس مجلس الوزراء. خليني برضو من الاجتماع يعني كان في مناقشه لابرز المقترحات خاصه بتنميه صناعه السكر وتذليل المعوقات اللي بتواجهها، ومنها طبعا ايه اليات تحفيز المزارعين. خلينا نقف عندي دي، انت بتحفز المزارعين علشان الصناعه دي تتطور، وده الكلام المهم. فلما تروح لاساس الموضوع ده كلام محترم جدا جدا. اعتقد فعلا عندنا نهج جديد للحكومه الجديده الحقيقه، وتوجيهات مهمه جدا من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاهتمام بكافه الملفات خاصه ملف الاقتصاد. اي دوله بتتقدم من تنميه ملفها الاقتصادي. ده كلام محترم جدا جدا. يعني الخبر الحقيقه فيه تفاصيل كتيره جدا جدا، لكن انا حبيت اقول يعني نبذة بسيطة عن الخبر ده وعن هذه الصناعة المهمة جدا جدا واهتمام الحكومة بيها. وعلشان كده احنا بنلقي الضوء يا جماعة، في شغل عندنا حلوة قوي عاملاها الحكومة، في يعني مش كل حاجة سلبيات، لا عندنا حاجة إيجابية. فالخبر ده مهم جدا جدا، إن شاء الله هنتابعه في الفترة اللي جاية مع الأطراف المختلفة ومع أهالينا المزارعين برضو لحظة بلحظة في الفترة اللي جاية إن شاء الله. نروح لخبر آخر من الأخبار المهمة جدا جدا. احنا عارفين الغرف التجارية يعني مهمة جدا، هي اللي يعني بينتمي ليها كل الشركات وكل القطاعات. غرفة القاهرة التجارية برئاسة الأستاذ أيمن العاشر الحقيقة كان في تصريح مهم جدا، بمناسبة الكلام عن الصناعات، يعني تصريح مهم جدا للأستاذ أيمن العاشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، اتكلم فيه عن ان هو بيثمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وقال كمان أنه بيدعو وزير الصناعة لزيارات متكررة للمناطق الصناعية. لما نيجي نتكلم عن الخبر ده ونحلله ونبص عليه هنلاقي ليه جوانب إيجابية مهمة جدا جدا. تعالوا بس نروح لتفاصيله. هو اتكلم عن جهود الدولة، الأستاذ أيمن العاشر اتكلم عن جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية وما يقوم به الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في ملف الصناعة، وقال ان هو ده بيشير بالتنمية الصناعية في مختلف القطاعات. ودعا بقى، دي الحاجة المهمة اللي احنا بنركز عليها، دعا الأستاذ أيمن العاشري الفريق كامل الوزير لاستكمال جهوده بزيارة كافة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية وعقد لقاءات مستمرة مع رجال الأعمال والمستثمرين وفتح لغة حوار موسعة حول المعوقات والمقترحات التي من شأنها تحقيق مزيدا من تنمية قطاع الصناعة. فعلا لما بيكون في لقاءات مباشرة أسمع، يعني لقاءات مباشرة بين المسؤول وبين مجتمع الأعمال أو القطاع الخاص، بسمع لمقترحاتهم لمشاكلهم، بسمع إزاي عايزين يتطوروا في الفترة اللي جاية، الموضوع بيبقى هنا فيه تكامل في الأدوار. وأعتقد ده اللي مطلوب في الفترة اللي جاية، وده اللي بتقوم به الحكومة الحقيقة في الفترة دي. زي ما بنقول كده نهج جديد الحقيقة، يمكن مش عايز أقول مش معتادين عليه، لكن واضح جدا منذ تشكيل الحكومة الجديدة. خلينا اتكلم برضو الاستاذ ايمن العاشري اتكلم عن تحديد الفريق الكامل للوزير لزيارات مسبقه، يعني هو عايز يكون في زيارات مسبقه معروفه بحيث ان هو الاصحاب اللي هم في المناطق الصناعيه دي اصحاب القطاعات يقدروا يحضروا ورقه عمل، يحضروا مقترحات يبداوا يعرضوها عليه، لانه الحقيقه عامل حاجه كويسه جدا الفريق كامل الوزير، بيحل المشكله وهو واقف، بيدي تعليمات وهو واقف، وهم عايزين يستغلوا دي. ويمكن كنت بتكلم مع الاستاذ ايمن العاشري وقال لي كده، لانه كان ليه في مشكله وقابله وحلها له على طول، فقال لي احنا عايزين نستفيد من النهج الجديد للحكومه الجديده دي. فيروح بقى الفريق كامل الوزير للمناطق الصناعيه على مستوى الجمهوريه ويكون زياراته معروفه، هيروح امتى هنا وهيروح امتى هنا، هيلاقي الموضوع يعني لا الطفره الحقيقيه هتتحقق للصناعه في الفتره اللي جايه. علشان كده الحقيقه انا الخبر ده عجبني وبشكر عليه الاستاذ ايمن العاشر رئيس الغرفه التجاريه للقاهره. خلينا نروح لخبر اخر الحقيقه من داخل غرفه القاهره التجاريه. دايما الغرف التجاريه الحقيقه بتسعى لدفع العلاقات المصريه الخارجيه الاقتصاديه،
وكل غرفة بتسعى على مستوى الجمهورية. هنا الخبر ده يخص غرفة القاهرة التجارية للحقيقة، و يعني الخميس اللي جاي ده على طول هيكون فيه وزير خارجية سريلانكا هيزور غرفة القاهرة التجارية، وده التصريح اللي قاله الأستاذ أيمن العاشر رئيس الغرفة، قال إن احنا هنستقبله في مقر الغرفة، هيكون بحضور مجلس إدارة الغرفة بالكامل، هيكون بحضور رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الأستاذ أحمد الوكيل. هنا الموضوع ازاي هيبحثوا ازاي يتم زياده العلاقات الاقتصاديه المصريه السريلانكيه في الفتره اللي جايه. الاستاذ ايمن العاشري قال ان هو هيتم تسليط الضوء على الشغل الحلو اللي عاملاه الدوله، على الفرص الاستثماريه في الدوله، على القطاعات اللي ممكن يستثمروا فيها، ازاي يتم زياده التبادل التجاري في الفتره اللي جايه بين مصر وسريلانكا. هيكون يعني الموضوع شكله كده. فحلو جدا، دي شطاره. دايما انا اقول ان لما بيكون الشخصية المصرية شاطرة في مجالها تقدر تروج بشكل حلو للمنتج او لبلدها او لسلعة. هو متفاوض جيد الحقيقة، فانا بشكره طبعا، وهنتابع اللقاء ده يوم الخميس اللي جاي وهنشوف ما يسفر عنه. لكن الفكرة نفسها ان الغرفة التجارية للقاهرة عاملة شغل هايل، عاملة شغل في الموضوع ده، ازاي كمان ده ينعكس على زيادة الصادرات المصرية، توجهات الدولة وتوجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا نوصل بالصادرات المصرية ل 100 مليار دولار سنويا، وده اللي بتشتغل عليه الغرف التجارية. وغرفة القاهرة بالتحديد عاملة خطة حلوة قوي، لما يكون هتستضيف وزير خارجية سريلانكا ويتكلموا في الموضوع ده، وبعد كده هيكون في لقاءات للتعقب او لقاءات بعد اللقاء ده. ده كلام محترم جدا جدا الحقيقة، يعني بنشكر عليه الغرف التجارية وغرفة القاهرة بالتحديد، يعني كلام مهم جدا جدا. هطلع فاصل وارجع للحديث او حكايتنا الاساسية النهاردة او فقرتنا الرئيسية النهاردة، وضيفي المحترم الخلوق الحاج محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية ورئيس شركة الرضا للمستلزمات الطبية. كلام مهم جدا جدا، شوفوه يا جماعة، كلام مهم جدا يستفيد منه الشباب. اتكلم على الدور الاقتصادي مهم جدا جدا، الدور المجتمعي ازاي يكون فيه دور مجتمعي لرجال الاعمال. انا مش عايز احرق اللقاء الحقيقة، لكن تعالوا نشوفه وارجع لحضراتكم من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، النهاردة لقاءنا الحقيقة مع رجل الأعمال يعني له بصمات اقتصادية ومجتمعية وخيرية مهمة جدا جدا، وعلشان كده كان لازم يكون معانا موجود النهاردة، يعني نستفيد منه والشباب يستفيد منه. مصر كلها يعني دايما محتاجة أبنائها المخلصين الحقيقة. معانا النهاردة رجل الأعمال الحاج محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، رئيس مجلس إدارة شركة الرضا للمستلزمات الطبية، ويعني حكاية نجاح مهمة جدا جدا هنعرفها منه. حاج محمد أهلا بيك. يا أهلا وسهلا أستاذ فيصل، يعني يشرفنا أن حضرتك موجود معانا النهاردة. ربنا يبارك فيك. خلينا نبدأ بالحدوتة الحلوة لبداية حضرتك. يمكن قليل قوي لما تلاقي طفل يحب التجارة. هو أنا والدي رحمة الله عليه كان تاجر أقمشة، وزرع فيا حته حب التجاره من صغر يعني. ف وانا عندي 10 سنين لقيت صديق ليا بيبيع حمص الشام، كان اكبر مني بشويه يعني. فانا فكرت اعمل جنبه بليله. بليله؟ اه.
فلقيت نفسي بكسب كل يوم 65 قرش. الكلام ده كان امتى؟ الكلام ده كان في بدايه السبعينيات. 65 قرش دي حاجه كبيره، مش حاجه، ما كانتش حاجه بسيطه يعني. وقتها؟ في وقتها كان حاجه كبيره جدا يعني. طبعا. وبعدين صاحبي ساب حمص الشام وراح اشتغل مع اخوه في المعمار، طائفه المعمار. فانا عملت حمص الشام وبليله، عملت الاثنين مع بعض يعني. خلاص بقيت متصدر المشهد انت في الحته دي. بقيت اكسب اكتر. كويس. من كده بعد كده رحت انا طائفه المعمار، اشتغلت معاه في طائفه المعمار. فبقيت اكسب 2 جنيه في اليوم. تمام. ما كملتش فيها كتير. دخلت بعد طائفه المعمار سافرت السعوديه مع والدي. ما قعدتش، اشتغلت في ريسبشن فندق افريقيا او فرع فندق افريقيا في مكه المكرمه. ووصل مرتبي ال 1200 ريال في الشهر. ثم بعد ذلك اشتغلت تايبست، ثم اشتغلت بعد التايبست اشتغلت في ريسبشن فندق اكبر اللي هو فندق عبد العزيز خوخير اياميها. ثم مسكت معرض بيبيع مستلزمات ملابس وادوات كهربائيه والى اخره. فكسبت من كان كل ما تكسب كل ما قلبك يجمد. بتحب التجاره اكتر؟ طبعا. ف في ثانويه عامه لما كنت يعني اتمنى ان انا اخش، اشتغلت بعد كده في شركه ايجل ترافل، شركه سياحه، واشتغلت في شركه الشرق للتامين. وبعدين دخلت الجامعه سنه 85 سنه 80. لما دخلت الجامعه اتعرفت على احد اصدقاء ليا وكان بيشتغل في المستلزمات الطبيه، فقال لي ما تيجي تشتغل معايا فيها يعني. قلت له انا بشتغل في شركه ايجل ترافل ومستريح يعني. قال لي ما دي مش تاخد منك وقت، ده انت هتنزل بس هتعدي على الاجزخانه تقول له عايز ايه وتجيبه له. اشتغلت معاه، كنا بنكسب انا وهو كل يوم 30 جنيه. ده كان رقم كبير جدا. طبعا. تمام. كان نفسي اخش كليه الطب ولكن مجموعي ما جابش طب. فكملت كام ساعتها؟ 83.6. والطب كان بيقبل من كام؟ بين 86.5. تمام. فدخلت كليه تجاره خارجيه على اساس ان انا احجز بس فيها يعني مكان واكمل اعيد السنه في ثانويه عامه، ولكن دخلت فريق التمثيل فعجبتني اكتر. وبعدين مسكت رئيس لجنه الاجتماعيه والرحلات في كليه التجاره الخارجيه. ثم مسكت بعد كده رئيس اتحاد طلاب الكليه. وطول فتره الكليه وانا بشتغل في المستلزمات الطبيه لغايه ما اتخرجت في 1985. على طول فتحت شركه الرضا المصريه للمستلزمات الطبيه اللي هي قائمه دلوقتي وبتحتفل بعيد ميلادها الأربعين ان شاء الرحمن في خلال شهور قليله. حقيقه حاج قبل ما ادخل في جزئيه الـ 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 الملف المجتمعي، الرحله اللي حضرتك مشيتها دي عايزين نقول للشباب يا جماعه النجاح ما بيجيش بسهوله. هو النجاح عايز رؤيه، عايز نفسي، عايز اعمل كذا وابدا اخطط لكذا. ايوه. مش عايز اعمل كذا وانام. صح. لا، اعمل واشتغل. يعني افكر انا عايز اعمل ايه، اقدر اعمل ايه. كل واحد فينا فيه ملكه مختلفه عن الاخرين. صح. حاول ان انت تشوف الملكه اللي عندك ايه وتنميها. بس الجهود يعني انت لو ما تعبتش ما تنتظرش نجاح يعني. ولو انتظرت نجاح ما تحسلوش بطعم. صح. يعني حتى لو انت ما تعبتش ونجحت مش هتحس بطعم النجاح. الشعبه بقى حدوتش الشعبه لانها هي حدوته حلوه، شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة. أنا ده يعني فتحت الشركة عندي سنة 85. سنة 89 طبقا للقانون رقم 19
من قانون التأمين التموين نزلت لجنة تلف على تجار المستلزمات الطبية. انت مش مسعر، كان ايامها التسعير يعني، ياخدوه ويدخلوه ويعملوا له قضية. التجار اتجمعت وقالت نعمل ايه علشان يعني نقي شر انفسنا او نقي انفسنا نخلص من المشكلة. فكله أدلى بدلو وقالوا نعمل رابطة وتبقى الرابطة دي هي اللي. قلت لهم لا، أنا كان رحمة الله عليه والدي كان صديق للحاج محمود العربي رحمة الله عليه والحاج دكتور الخطيب رحمة الله عليه. قلت لهم لا، اعملوا شعبة في الغرفة التجارية بالقاهرة. يعني حضرتك ساحب فكرة الشعبة كمان. ايوه، انا انا يعني انا اللي عارف الحاج محمود العربي، وانا اللي عارف الحاج بتقول الخطيب، عارف يعني ايه شعبه. صح، يعني معايا حضرتك، لان انا كنت موجود في الغرفه التجاريه من وانا عندي 10 سنين ولابس شورت، كنت ببقى موجود في الغرفه التجاريه لان والدي كان في الانتخابات بيبقى واقف جنب اصدقاء. صحيح، تمام. فاقتلعت عليهم ان احنا نعمل ده. رتبت جلسه مع الحاج متولي الخطيب رحمه الله عليه والحاج محمود العربي رحمه الله عليه، تمام. واعلنت الشعبه بالفعل سنه 1989 بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الشعبه بقى لها 35 سنه تقريبا دلوقتي قائمه. انا قعدت الدوره الاولى، انا كنت اصغر عضو فيها. ايوه، كان عندي 25 سنه ونص في هذا التوقيت يعني. فدخلت انا عضو، وكان رحمة الله عليه الأستاذ محمود العبد الله يرحمه رحمه الله يا رب، كان هو رئيس الشعبة، تمام. بعديها الحاج محمود الأستاذ محمود العبد رحمة الله عليه توفاه الله، فتم انتخابي لرئيس الشعبة. ومن هذا التوقيت وأنا رئيس الشعبة. كانت سنة كام تقريبا يعني؟ يعني رحمة الله عليه مات سنة 1900 و1900 و4 سنين بس. بعد ال 89 يبقى 93 94. حضرتك مسكت الشعبة بقى بعد كده؟ مسكت انا الشعبة حتى وقتنا هذا. حتى الوقت حتى الحقيقة الشعبة عاملة طفرة مهمة جدا، ودايما حتى لما بننقل شغل عن الشعبة او اجتماعات نقول الشعبة الشيك، نظام في الاجتماعات، نظام في تناول الموضوعات، الاجندة واضحة وصريحة. انا بأعزي هذا الامر كله للاستاذ محمود العبد رحمة الله عليه، اول رئيس لهذه الشعبة. كان راجل فاضل جدا، كان راجل بيشتغل بضمير، وكان بيجي على نفسه علشان الشعبة، يقول لك دي امانة في رقبتي، فعودنا على كده. بس حضرتك مجتهد يعني منذ الطفولة، الاجتهاد ده والقصة دي والحدوتة والحكاية دي مهمة. أبويا حط فيا ده من الأول رحمة الله عليه. الله يرحمه. يعني رحمة الله عليه حط فيا ده، اشتغل ما تقعدش. فعرفت طعم الشغل، الشغل جميل، الشغل طعمه حلو، النجاح طعمه حلو قوي. صح. معايا للي يعرفه. كمان حضرتك بتخطط او بترتب لاحتفاليه للشعبه في الفتره اللي جايه بمشيئه الله، لان في ناس كتير ليها بصمات جميله على الشعبه. عايز اقول لها كل سنه وانتم طيبين، 35 سنه عدت على الشعبه، ان انتوا كنتوا ليكوا يد فيها عليا ويد فيها نظيفه وجميله. فعايز اقول لهم متشكر جدا يعني. بجانب دور حضرتك المهم جدا في القطاع ده الاقتصادي، حضرتك دايما مركز على الدور المجتمعي، وده يمكن دايما تقول لي احنا في الدور المجتمعي ده مهم جدا ولينا ترتيبه فيه. هو شوف، عايز اقول لحضرتك على حاجه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا. الله، يعني ايه؟ يعني الارض تكفي كل الناس اللي عايشه انها تاكل وتشرب وتنام وتعب، ربنا خلقها كده. فكل ما تلاقي فقير تعرف ان في واحد غني سرقه. سرقه بايه؟ بانه ما طلعش الزكاه بتاعته.
سرقوا بإيه؟ بأنه ما طلعتش الصدقات على هذا الفقير. فكلمة دور مجتمعي نرجع بيها ل 72 سنة فاتت. قبل 1952 كان الباشا بيشغل 1000 نفر في الأرض. فكان يعمل لهم مبرة. المبرة دي فيها مدرسة وفيها تكية يخش ياكل ويمشي وفيها مستشفى. غير كده ما يبقاش باشا. انت فاهم سعادتك؟ ده اللي اسمه الدور التكافلي بقى. ده الدور التكافلي. ايوه. ان انا النهارده في منطقه الجماليه. يبقى الجماليه لو لقيت فيها فقير يبقى انا اللي مسؤول مش الدوله. وده الفكر اللي مش موجود. الكلام ده كان ايام اشتراكيه. كانت الحكومه هي التي تمتلك والمواطن يشتغل عند الحكومه والدوله تديله. طب دلوقتي الوضع راسمالي. رجعنا تاني للراسماليه معايا حضرتك. فازاي انت بتطلب مني كدوله ان انا اللي ادعم ايه؟ الدوله ليها شغلها يا فندم. هقول احنا عاملين هنا مطعم في الجماليه اللي يعني عندنا الجمعيه الخيريه المصريه لابناء الجماليه. عاملين مطعم فيها بيصرف 1.5 مليون كل شهر. مش انا لوحدي اللي فيه. انا وفي تجار من تجار الجماليه موجودين فيه. طب انتوا تقدروا تعملوا الكلام ده كله في كل حته. في كل مكان. خمسه سته كده بالرجاله يتحدوا ويشيلوا الفقر عن المنطقه دي. خلي الدوله تشوف شغلها الاخر. يا فندم دي مش شغله الدوله، لا الدوله تنظم. صح. العمل ده. يعني الدولة هي اللي تنظم العمل ده، هي اللي ترتبه، بس مين اللي يعمله؟ أنا. صح. أنت فاهم حضرتك قصدي إيه؟ فده اسمه الدور المجتمعي. يعني إيه؟ يعني الناس اللي عندها فلوس في المجتمع تصرف على الناس اللي ما عندهاش فلوس في المجتمع. ودي الدراسة اللي حضرتك قدمت بيها. وهي دي الدراسة اللي أنا بدأتها وعملت منها بعد كده 14 جمعية خيرية على مستوى الجمهورية. تمام؟ النهارده عندي الجمعية المصرية الخيرية لأبناء الجمالية. دي أول جمعية بدأت بيها سنة 2005. الجمعية دي بندي إعانات مالية وبعدين إعانات موسمية. تيجي في رمضان تدي كرتونة رمضان. تيجي في العيد الكبير تدي اللحمة بتاعة العيد الكبير. تيجي في المدارس تدي للعيال لبس المدارس وتدفع لهم مصاريف المدارس. البنت بتتجوز نجوزها ونقف جنبها ونجيب لها الحاجات بتاعتها اللي مطلوبة منها. الراجل تعبان ندخله المستشفى ونقعد وراه لغاية ما يقوم بالسلامة ويرجع بيته. هو ده الدور المجتمعي. صحيح. اللي عايزينه ينتشر في الفترة اللي جاية. وبعدين في الآخر بقى نتوج الكلام ده كله بأن احنا نعمل لهم مطعم. ينزل يفطر ويتغدى غدا متأخر أو عشاء مبكر. تمام؟ يبقى كل وشرب واستريح وخلاص. عايز إيه تاني؟ في حدوتة الكرتونة رمضان. أنا عارف إن حضرتك ليك في بصمة. هي كرتونة رمضان بدأت سنة 1999. وبدأت كرتونة رمضان بإن أنا كنت بوزع الأول أوقف طوابير كده وأوزع كل واحد أديله كان جنيهين 2 جنيه أو 3 جنيه حاجة كده يعني حاجة من هذا القبيل. يعني دعم مادي. 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 واليوم في الطابور ياخد. يعني أي حد واقف في الطابور ياخد يعني. ففكرت طب ما أنا أجيب له بالحاجات اللي بيزهلوها في رمضان. أيوه. أحسن. فعملت 2000 كرتونة. تمام؟ فيها سلع غذائية كانت الكرتونة ب 16 جنيه. تمام؟ وبدأت أوزع الكراتين دي فالناس كان بقى داخلين على انتخابات سنة 2000. فقالوا ده عايز يخش انتخابات فبيعمل كده. شغل انتخابي. ماشي ماشي. فجالي الكلام الخبر جالي فقلت لهم قولوا لهم بالله ده أيوه فعلا داخل
ادي هو عمل كام كرتون؟ تبقوا له عامل خمسه. تقول له عامل خمسه، يقول له اعمل لي سته، اعمل لي سبعه. وانا قاعد زي ما انا. انتهينا من السنه دي، ولقيت بعد كده بقت كل سنه بفضل الله شنطه رمضان او كرتونه رمضان بقت دي حاجه موجوده خلاص بفضل الله سبحانه وتعالى. نفس الكلام برضو في زي المدارس. ايوه كان سنه 2000 وبرضو بقينا نوزع زي المدارس على الاطفال اللي موجودين. و النهارده الحمد لله رب العالمين بقت قاعده عامه موجوده في العديد من المحافظات. حاج محمد، احساسك ايه او شعورك ايه وانت بتبدا فكره وتلاقيها تنتشر؟ انا عايز الحته دي. اما بتكون فكره خيره ايوه بسجد لربنا سبحانه وتعالى واشكره، لان انا ليا زي كل واحد ما طلع انا ليا. صح. ولا ينقص من عمله شيء. فبحمد ربنا سبحانه وتعالى. عايز تشاور على الدور التكافلي في الفتره اللي جايه وتقول ايه؟ اقول لو احنا ما شلناش بعضنا ما فيش حد هيشيلنا. ولو قعدت تقولوا يا دوله يا دوله هتعمل لكم ايه الدوله؟ رجال الاعمال اللي عندكم في كل منطقه لو تكاتفوا مع بعض هيعملوا احلى شغل. وهي دي كانت فكرة الدراسة اللي أنا مقدمها، اللي هي المسؤولية المجتمعية لرجال الأعمال، رجال بل الأعمال. تسمح لنا نبقى نتابعها؟ طبعا، يعني مهمة جدا وشرفت أنها تنتشر. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أنها تنتشر في كل حي من أحياء الدول العربية والإسلامية. أتمنى، لأن هي دي التكافل الاجتماعي فعلا. هي يعني متلم كل الأطراف. ايوه، ما انا بقول لحضرتك انت هنا، انت خليكوا الحي يبقى عيله واحده. صح. خلاص مش هتخسروا حاجه. مش هتخسروا. وبعدين لما تنزل التربه هتلاقي حسنات طالعه لك. يعني انا لا اخفي عليك سرا، واول واحد يمكن انا جمدت 30 راس مالي تمام وقف للمشروعات الخيريه. كويس. يعني حاجة ليه؟ أنا عايز أموت ولاقي لما مؤاخذة حسنات جايالي. هعمل إيه بالفلوس أنا في الدرج؟ الفلوس اللي في الدرج دي أنا هستفيد إيه لما أموت وهي موجودة في الدرج؟ غير لما تعمل عمل بيها ينزل لك تحت. تقول لي عشان الأولاد، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ادي اللي مطلوب منك، ما قالكش اعمل لهم عمارات. صح. انت فاهم حضرتك قصدي ايه؟ بس فهو اتمنى من الله سبحانه وتعالى اللي هو يعني يا ربنا يغفر لي اولا، ثم يتقبل هذا العمل ويضعه في ميزان حسناتي. ان شاء الله الاعمال الخيريه اللي حضرتك بتقوم بيها، ويمكن احنا متابعين ودايما مع حضرتك، وانا شخصيا الحقيقه دايما ببقى مبسوط ان انا ببقى مع حضرتك. الله يبارك لك. لان انا عارف التفاصيل وكواليس يمكن في ناس كتير ما تعرفهاش الحقيقه. الله يخليك، ربنا يخليك. عايز اختم اللقاء الجميل ده الحقيقه برساله للشباب. يعني لاولادي الشباب عايز اقول لهم اجتهد. اجتهد ولازم يكون عندك سقف طموح، وخلي بالك الطموح والطمع بينهم شعره. تبقى انت عايز اوصل لكذا. ليه؟ لان الطموح ده بيخليك كل ما تتكعبل تقوم تقف تاني. صح. وما تبقاش قمعه بس. حاج محمد اسماعيل عبده، رجل الاعمال ابن الجماليه الحقيقه، اللي دايما الحقيقه يعني شغله يخليك انت دايما تروح عليه. احنا كاعلام بنحب الشغل ده الحقيقه، ودايما نقول برنامجنا برنامج هادف وبناء، ونروح للنماذج الناجحه، وهو حدوته نجاح الحقيقه، حكايه نجاح. يمكن في تفاصيل كتيره يعني ما قلناهاش، لكن احنا من الناس اللي هنتابع مع الحاج محمد في الفتره اللي جايه، احنا قلنا بس نقدم ولو جزء بسيط من النموذج الناجح الحاج محمد اسماعيل عبده.
يعني رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة. يعني الحقيقة اللقاء النهاردة لقاء ممتع، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك، والحديث مع حضرتك الحقيقة أنا مستمتع بيه. الله يبارك فيك يا رب ويحفظك، ربنا يخليك يا أستاذ فيصل. فبشكرك وأتمنى طبعا إن الجيل الجديد يستفيد من النماذج المشرفة دي، النماذج الناجحة دي. احنا محتاجين ده يا جماعة في بلدنا، محتاجين إن احنا نلقي الضوء على النماذج الإيجابية، على الحاجات الحلوة في بلدنا. بلدنا فيها حاجات حلوة كتير جدا جدا وإيجابية، وعلشان كده احنا دايما عايزين ندي طاقة إيجابية في بلدنا. والنهاردة الكلام اللي قاله الحاج محمد ده لوحده طاقة إيجابية. حاج محمد انا بشكرك شكرا جزيلا، الله يبارك في حضرتك يا استاذ، ودايما نشوفك على خير ان شاء الله. الله يخليك يا رب، ربنا يبارك فيك، نورتني ونورت الشركة ونورت الجمالية كلها. أعزائي المشاهدين أنا بشكركم وأشوفكم في نموذج آخر وحدوتة ناجحة أخرى إن شاء الله، وأشوفكم على خير إن شاء الله. وزي ما حضراتكم شفتوا لقاء الحاج محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية ورئيس شركة الرضا للمستلزمات الطبية، حقيقة لقاء متنوع. خليني هنا الحقيقة أقف عند الكلام اللي قاله خلال الحلقة، الحقيقة كلام مهم جدا جدا، كلام يتعلق بالملف الاقتصادي وازاي ان انت كصاحب شركة او كصاحب عمل تدعم الاقتصاد بلدك، ازاي تنوع في شغلك، ازاي تهتم بيه، ازاي كمان تقدر تطور نفسك طبقا لمتطلبات العصر. يعني مهم جدا ان انت ممكن تبقى شغال في مجال لكن شغال الشغل التقليدي، لا يا سيدي، بص حواليك شوف ايه هي التطورات الحديثة، لان الموضوع اصبح حديث جدا. التحول الرقمي والشمول المالي دلوقتي اصبح هو اللي بيصدر المشهد عالميا. كمان الحاج محمد اتكلم على الدور المجتمعي، هنا الدور المجتمعي الحقيقة اللي هنركز عليه احنا في الفترة اللي جاية، اللي بيسموه كده الدور التكافلي، ازاي يكون في تكافل بين المجتمع ككل، علشان الدولة لها دور اخر، دور التكافل بين مجتمع الاعمال والفئات الشعبية والدولة تنظم. يعني انا عجبني الحقيقة صيغة الحوار ده بالحاج محمد، وهو عامل شغل محترم جدا جدا الحقيقة في الجمالية. وممكن انا في تفاصيل الحقيقة عارفها معاه، لان الحاج محمد يعني الحقيقة عشرة طويلة جدا. خلينا اتكلم كمان عن نصايحه للشباب. يا جماعة لا، احنا المتعارف عليه ان الدنيا سريعة والشباب عايز ينجح على طول، لا اهدى شوية، اشتغل، شوف النماذج. يعني بص على الناس دي نجحت ازاي، النجاح ده ما بيجيش من فراغ، ده مجهود وتعب وسهر وتنقلات، لا ليها تفاصيل كتيرة جدا جدا. خد النماذج دي حطها قدامك، اشتغل بالورقة والقلم هتقدر تنجح. اشتغل من خلال خطة شغل. العشوائي لا، مش هتقدر تحقق النتائج اللي انت عاوزها. الخطة الشغل هي اللي هتخليك تشتغل ب يعني ان انت توصل للنقطة اللي انت عاوزها وتطور نفسك في الفترة اللي جاية. الجزء الخيري الحقيقة يعني هو بطبيعة المصريين الحقيقة خيرين، كل الفئات المصرية بطبيعتها خيرة. يعني المصريين دايما بيقولوا عليهم انت بطبيعتك خير، لكن هنا في دور خيري جدا. يمكن الحاج محمد في منطقة الجمالية، وده اللي قاله في خلال الحلقة، يعني بيسعى هو أن يوسع في دائرة الجمعيات الخيرية. يمكن أكثر من 14 جمعية حتى الآن على مستوى الجمهورية هو ساهم فيهم، وهو بيحب الحتة دي، وقال أن هو يقدر يساعد أي حد. وأنا شخصيا لما بتكلم معاه قال لي أي حد داخل في الموضوع ده أقدر أساعده، يا جماعة تعالوا لي وأنا هساعدكم. المهم أن احنا عايزين الموضوع في الآخر يوصل لأن احنا يبقى في دور تكافلي شعبي، الدولة لها دور آخر دور تنظيمي، كلنا في الآخر نطلع ببلدنا. الدور المجتمعي مهم جدا وهنركز معاه في الفترة اللي جاية. مجتمع الأعمال الحقيقة عامل شغل، يعني رجال الأعمال عاملين شغل حلو قوي قوي على الصعيد الاقتصادي المجتمعي، لكن في بعض الأعمال ممكن تحتاج ترتيبة، تحتاج تنظيمة. ما فيهاش حاجة لما أنا أروح لحد يقدر ينظم معايا، بحيث أن الحاجة دي أقدر أستفيد وأفيد في الآخر. الحقيقة بفضل الله أنت هتتحط في ميزان حسناتك، أنت تقدمت وقدمت حاجة لمجتمعك، لأن مفيش عمل ما فيهوش خير بينجح أول. يعني دايما ربنا حتى بيبارك في الحاجة اللي فيها حاجات خير، حاجات لله، حاجات أن أنت بتعملها. أنا عارف أنه كله بيعمل الحقيقة ومش لازم يقول عملت، لكن في حاجات أو في أعمال أو في شغل عايز يتحط في إطار تنظيمي.
هو ده اللي احنا بنتكلم عنه في الفترة اللي جاية، وهو ده اللي يمكن ضيفنا شاور عليه خلال الفقرة، وهنتابع معانا ان الحاج محمد يعني عنده أفكار حلوة وعمل دراسة للمسؤولية المجتمعية لمجتمع الأعمال. يعني الدراسة دي يعني لما كل الأطراف سواء فيما يتعلق بمؤسسات الدولة أو القطاع الخاص، بحيث ان احنا نوصل في النهاية لشغل مجتمعي محترم جدا جدا، شغل اقتصادي محترم، بلدنا عايزة نلتف حواليها. ودايما هنشاور على النماذج الناجحة، الشباب ورواد الأعمال، الحكايات الجميلة هنجيبها لكم لحد عندكم. هنجتهد في برنامجكم أهل القمة ان احنا نجيب لكم حكايات لحد عندكم، حكايات ناجحة نشاور عليها، نحاول نساعد اللي عايز ينجح بآلياتنا اللي نقدر نساعد بيها. الموضوع في الآخر عايزين نقول مصر دايما بولادها هتبقى على القمة. اشوفكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم ان شاء الله.